وانا كنت ابتديت بقى انه ايه ما احتارش قوي يعني. كل مره يقولوا لي الجون بريمير الاقي واحد عمره 45 سنه ويقول لي لا ده معلش ممكن يمثل الطالب يعني طالع من الجامعه بيتنطط بشنطه وهو عمره 45 سنه يعني لازم اهبل خمسه بقى يعني مش معقول. فاقول لهم لا انا عايز وجوه جديده. فكان قبل كده الاستاذ شكري سرحان اللي كان عظيم وشفته في المسرح اخذته في ابن النيل، وبعدين الاستاذ عمر الشريف في الفيلم ده في صراع في الوادي، وبعتبره برضه مدام فاتن، وطبعا مدام ناديه لطفي يعني يا اول فيلم معايا تاني فيلم معايا اكترهم يعني ناس كتيره جدا، ومنهم اخيرا كمان مدام نجوى ابراهيم. وممكن اقول من الوجوه الجديده حتى سنهم عجيب شويه، كان الاستاذ حسين رياض كان هايل، كان كل الناس بتجري ورا اخوه اللي اسمه فؤاد شفيق، يعني كان كوميدي كده شويه. فانا كان الله يرحمه نجيب ريحاني عيان، وانا كنت عايزه حتى في اول فيلم بتاعي، و متهيألي اتجرأت وقلت حسين رياض هايل عظيم ازاي الراجل ده ما بيشتغلش كفايه. فاخدت انا حسين رياض في اول فيلم ليا اللي اسمه بابا امين. بعد كده بقى عندك بنت توفيق الدقن على 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 يعني ما دام انت هتتجنن عايز تعرف سني كام يعني. انا ابتديت وانا عمري 24 سنه في سنه، اول اول فيلم او اول ما لفيت الكاميرا كان سنه 50، النهارده انا عندي 58 سنه خلاص ارتحت. انت كنت عند الحته دي.